وشوي. fall asleep consciously، نام بوعي، خلي ضميرك ينتبه للنوم. مش من عشية بنام هيك، بنام هيك، بودا كان يحط هيك ما يتحرك. والحبيب وكل المستنيرين، لأن مش هو اللي نايم، جسده. الساجد ما بينام، حي ما حي قيوم، ما في نوم. لما في نوم بعد اليوم، فإذا في أدب الحياة، أدب لجسدك عليك حق. ننتبه شو عم ناكل. في طعام ما بيقدر ينام، بتضلها دايرة هالغسالة. والفكر وسواس وخناس، بدي شو بدي شو بدي شو عم بشرب بدي شو كبري. قول هاللحظة آخر لحظة بحياتي. دايما كل لحظة يمكن ما تجي تاني لحظة. بتحرز. آخ شو بدي أعمل بكرة، هونيك بدي أعمل هذه الشغلة. الماضي مضى والمستقبل غريب. الآن هو الزمان والمكان. هلا إذا أجا النعس أهله وسهلا، إذا ما أجا رائد حسيب ورقيب على نفسك. إن تكون سيد على هالفكر الكافر الماكر، سكته. أنت السواق. طلع من وقت لوقت، ليش في ناس كتير بترفع عينيها؟ شو السبب؟ منين اجى هالخوف؟ نحن وصغار كنا نلعبها. رحت على البحر ولقلي شفت كلب اسود تخاف منه. ليه عنا خوف من الموت بعد ما اجى؟ من الفقر، من مي، بدو ايانا نجوع مثل الحلاج. أدرى بحالي وأغنى عن سؤالي. ادعي دخيلك عم نموت، بده ايانا نموت. كلنا حجاج. الكتاب موجود، خير جليس ونيال اللي عنده صديق. أنت أغنى الأغنياء يا حبيبي. أنا إحنا اثنين بلبنان، منصور غاب 15 يوم، حسيت حالي يتيمة وأرملة لأنه ما بيحكي بس عنده حضرة. إذا بفوت لعند عند على الباب بلاقي في سرمية غير سرميتي ما بفوت. أموات بيقول ما معها غير مستوى، عمره 18 سنة ما عرف. هو المسؤول عن مكتبة أنطوان، وكانوا إنه كتب مريم، قال لهم كتبها مش للبيع، محطوطين على الموقع. وكتب أوشو جاء أمر إنه خلوا كتب أوشو هيك مدحوشين. أكثر كتب عم تنباع بالعالم العربي كتب أوشو. كل ممنوع متعوب ومتبوع، وكل محجوب مرغوب. أي صفحة من أي كتاب تعطيك صفحة. وكتب العربي منن مترجمة، مش ترجمة مريم. كلنا عم نحكي من خلال مريم، مريم عم تسمع من خلالكم. كلنا مثل المسبحة متواصلين، نور من نور، إله من إله، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوهر. ما عندي دين، وكلنا هيك ما مننتمي إلى أي دين بل إلى التدين الإلهي. كلنا ما قبل كل هالديانات وين كنا؟ بأي مطب ومكب برج بابل وهلأ البلبلة. إجا بلال أرحنا. هالراحة وهالمساحة بتجي وقت الإنت عم بتراقب نفسك حسيب ورقيب عليها. رح نشوف شو منعمل تنراقب هالنعاس ونشوفه كيف عم بيجي. ساعتها منعرف إذا جاي النعس، روح على الفرشة حبيبي. بس يجي النعس حلو كتير. أوقات بكون قاعدة وإجا النعس عم بتطلع بس عم بسمع الحديث، بنام وعيوني مفتحة بضل بسمع. كل يوم أنت عم بتنام بس ما واجهت النوم وجها لوجه، انكاونترت، ما شفته. هيدي طاقة فيك تشوفها، فيك تشوفها منين عم تجي، كيف انت بتفوت فيها.
تسمح لها تفوت فيك. انت كمان بالنهار عم بتشوفها بعد الظهر القيلولة، بتشوفها كيف بتفوت فيك وتطلع. بس ما حسينا بهاللحظة لما بيجي النوم من خلال الفكر، لأنه ما عم نواجه هالفكر، هو عم بيتحكم فينا. بدك أنت وجهاً لوجه تواجهه وتشوفه. شو بيفكر هي هالفكر كل النهار؟ هدي بقى، خلص بدي نام. ما رح يهدى هيك، بالعكس عم يضل يبرجي ويقول غلبتك 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 غلبتك. شاطر كتير، 99% بيغلبنا بس بنغلبه مرة. عظيم. تاني يوم مثل ما قالت رابعة بنت البصرة، ضليت حبه حتى شفت الله فيه للشيطان، هالفكر الكافر الماكر، وشلته من القرآن. هيدا هو كل القرآن ولا لا؟ بلغ آية، قال الحبيب، من عمل مثقال ذرة خير أو شر، مثل ما بتزرع بتحصد. فكري شيطاني بسببي، وفكري رحماني بسببي، شر وخير. هو لازم يكون موجود، بس ما بقى في ميزان، اختل واعتل، لأنه ممنوع نوعة بسببنا. كل واحد يقول الحق علي والحق معي. وقت بقول هيك في أربعة هون. نعم، جرب، كلنا رح نجرب هلا هالخطوة. خلال 3 شهور تلاقي حالك أنت السيد على جسدك وعلى فكرك، أنت الحسيب والرقيب. وقت بتقول السيد، حضرة السيد، أنت صاحب الحضرة، أنت السيد. علم آدم الأسماء، ولكن في ناس كتير هلأ حكام ورجال دين عم بيعتذروا إنه إيه أنا غلطان وما أنا إلا بشر وهيك. لا يتعدى اللسان والأذان، ما بدي كلام بكلام، بدي فعل. أنا فاعل مش انفعال، ما بدي إيموشن وشفقة وعاطفة. خلال 3 شهور تتذكروا ما شافوا النار ببيته، 3 شهور، 90 يوم، شو بصير بعد 90 يوم؟ Suddenly, one day, you will enter sleep knowingly. هالـ3 شهور، 28 28 28، يكون في تحضير شوي هون وتحضير استقبال، استودعكم. بس الـ 28 يوم مهمين كتير فينا، فيها تناغم مع البدر، مع الهلال، مع الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، المجرات كلها. فجأة بتلاقي حالك عن علم وعن معرفة، بتجي على الفرشة بتغمض عينيك وبتتذكر وبتتذكر وبتشوف إنه النوم إجا جاي لعندك. النوم طاقة، بيجي النعس وبيجي النوم، مثل ما بتجي تعب. أرحنا يا بلال، بيجي العطش بتشرب، بيجي الجوع، نحن قوم لنأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لنشبع. مش يلا حش 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 نفخة. I am to remain awake when the sleep comes. لازم يكون عندي صحوة، صاحي وقت اللي بيجي النوم. انت بحال اشهد، بعدين ما في اشهد، وبتصير انت witnessing الشهادة. ما بقى موجود بالوجود الا الوجود، لا اله الا. هاللا اله الا هي بايدك، هي الجنزير. يا بتحط سلاسل حواليك وعيش بهالحبس، أو بتفوت على المحبس الداخلية مثل ما عمل شربل. بشكر هالراهب يلي قال المسيح الله، شربل الله، كونوا الله. يا حبيبي إن شاء الله تكون بعدك حي. مش الله، ألوهية، فعله، اسمه فعله صفة.
النهر ينهر، كل حي قيوم مع حي قيوم الدعاء الطائف. نعم منا سهلة ولكن بتصير، هيدي حدث، it happens. فرد يوم اثنين ثلاثة قد وقت، يمكن خلال أسبوع حسب قنت نظام حياتك ونظام أكلك. إذا بعدك عم تاكل مواد حيوانية بناء خاص اللحمة، كل إيدينا هون وقت بتاكل لحمة فيها غضب، لأنه ذبحوا حاطت مكنة قال عم بحلل، ودموعه أكلت أنت الغضب، حطيت جيفة قال الإمام علي، أنت خليفة لا تاكل جيفة. كل يوم حاول، هيدا جهاد، جهاد الأكبر، كل يوم على طول وتذكر نعم sleep is coming، جاي النوم جاي النوم جاي النوم، وما رح أنا أتركه ينام إذا ما أنا سمحت، لازم أعرف يكون عندي سمحه وأسمح له، ويكون عندي العلم إنه جاي، مثل ما واحد جاي يدق على الباب أنا الطارق. I must be aware when sleep enters. وقت بفوت النوم لازم يكون عندي الوعي، الإدراك، اليقين، يقيني يقيني. هيدا مثل الجوع حسيت فيه، العطش حسيت، النوم حسيت. بتحس إنه هيدا ما بشوف أبعد من منخاره، بتحس جاي الموت، بتحضر حالك. 9 شهور بدي ولد، وهلأ من ولادة الجسد إلى السجن إلى الواحد الأحد. هيدي علم بمدرسة العرفان، ما في زوم تروحوا لمطرح، الكتاب خير جليس موجود، وأهلا وسهلا فيكن على بيتنا. مر ويام نور ما قالي سأق إلا بالبيت، ونحن شوية حزب حمير نتعلم من الطبيعة كلها، وبناء خاص الحمار، الخنزير، العصافير، كل الطبيعة. دخيلكم ما تتصيدوا وما تقتلوا، بحب اقتل، بحب روح على الصيد، الدولة بتسمح بشهر في صيد. هني بيعرفوا وين يروحوا، اتركوه، هو بينظفوا الأجواء كلها. نعم مرن نفسك، حضر حالك، ويوميا انت عم تشتغل وفجأة بتشوف اجا النوم، انت بعدك عم تستقبله، اهلا وسهلا. In that very moment، بهذيك اللحظة you become aware، بتصير تعريف of your unconscious، بتفوت باللاوعي، مش بس بالوعي، super subconscious unconsciousness هونيك. فإذا كيف فيني؟ قال له أقوى شيء الصيام، صوم وتصح. أي صيام؟ كتب الصيام على ابن آدم مثل الزنا بكل حواسنا. اللغة اللي حكيها المسيح ما في كلمة ذنب، خطية، عيب ولا، رحمتك وسعت كل شيء، وما أرسلناك بالجمع، كلنا كلنا مشتركين، أو بالشرك أو بالمشاركة. كل ما شفت الطفل هذا ولدك، قال له مين أخوتك يا محمد؟ قال له اللي حبوني وما شافوني، كانوا الخلفاء قبل ما ياكلوا هن يتفقدوا الرعية بدون ما يعرفوا إنه هيك خليفة. قالت أولادي ناموا من الجوع، بس جارتنا بعدها عم بيبكوا أولادها من الجوع، كان يأمن للوزير هن يروح شخصيا. قال له إذا لقيت في واحد جوعان بمصر، قال له نعم، قال له إذا لقيت واحد هون كمان قطع لي إيدي. وين العدل؟ مات عمر.
كيف ليش كانوا الأمراء هيك؟ كانوا يا أمير المؤمنين. فإذا كل واحد منا يقول ما فيني غير حدا، بدي غير نفسي، ثم نفسي ثم نفسي ثم نفسي، طاي انقطع نفسي. وقت أنت بتتغير الناس بتشوفك معك قنديل مضوي، يا بيجوا بيضووه، أو مش هيدا ابن النجار دخلكم؟ مين صدقوا للمسيح يعني؟ كانوا كلهم ناطرينه على الصليب يعمل معجزة، فلوا كلهم، بقيوا ثلاث نسوين. اجا زكريا حطوا بالحجر وقال له عطوهم جسمي. عنده الخشوع فصل وصل، بس نحن ما بنقرا وما عندنا مرشد. يعني انا ما لقيت مرشد هيك عربي قدر اتفاهم انا وياه. في عبد الله ريا بضيعة حد بريتيل، بحبوا المسيحية أكثر من غيرهم، يعني إنه بيروح بشق عليهم قبل ما يجي أهل ذمتنا قبل أهل أمتنا. اللي بقدر أسمع له إذا بدي سؤال بسأله له. من حكمة وعلم الإمام علي بن أبي طالب ورد أن عمر بن الخطاب لقي حذيفة بن اليمان فقال له عمر بن الخطاب: كيف أصبحت يا حذيفة؟ فقال حذيفة: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق، وأصلي بغير وضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. فغضب عمر غضبا شديدا، وساعتها دخل عليه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وما زالت آثار الغضب على وجه عمر. فسأله علي: يا عمر، على وجهك أثر للغضب؟ فقال عمر: إنه حذيفة من اليمان. قلت له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق، وأصلي بغير وضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. فقال علي: لقد صدق يا أمير المؤمنين. يا حبيبي يا علي، هلأ بأمريكا أنا بقول علي عم بيتعلموا يقولوا الأحرف الأبجدية كلها: عين، حي، خي، صاد، سواقط الفاتحة سبعة الليلة أنتوا قرون، لأنه فيها طاء. ونكتب عربي واحد اثنين ثلاثة، هيدا علم الزوايا. مشان هيك القرآن الكريم عربي سنسكريتي، والإنجيل كمان لحدين القديم والجديد. أنتوا رجعوا اكتبوا واحد اثنين ثلاثة أربعة، تعرفوا الجهل، الإنسان عدو ما يجهل يأخذه، هالقد بيعرفوا وهيك بيحبونا يعني. كلنا ضحية الضحية، ضحية الضحية، بس هالوقت اللي إجينا قليل من العلم ما بقى فينا. كاتم عن الحق، بشكركم، شيطان أخرس. صدق يا أمير المؤمنين، يحب الفتنة أي المال والبنين، لأن الله يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، احذروا. انتبهوا من الأولاد، نعم هودي أولاد الدنيا يعني، واثنيناتهم بيتحاسبوا نفس الحساب، مين الصالح ومين الطالح، شو عمل هالولد وشو عمل هالولد. وانا اسمع لهم للأولاد، هلا عم نسمع لهم، بس عم نحطهم بالمدارس وبالحضانة، والحضانة اسمها ماما هدى، صار عندها اثنين ماما. أي ماما بس تروح الخادمة كلهم بيبكوا، بس تروح الأم البي والولاد، تروحي ما ترجع إن شاء الله. ويكره الحق يعني الموت، الموت حق. وقت اللي رجعت سميت بيت الحق بسوريا ما إلي علاقة معه ولا على السيد أبدا، ما حدا مثلي لولا كهر الحال، $2000 كل شهر، سنين عم بدفع هيك، وبالملايين وبالمليارات، وموجودين المليارات تحت إجري. بس في هدف عنده، قال لي: العرب بدنا نتخلص منهم، انت حطي حقيقة الإسلام، حطي حقيقة محمد، كلنا بدنا نعرف هالعلم. بس العرب والمسلمين والعرب والنصارى وراء أوباما، كل المسيحيين العرب ما بدنا، نحن مش عرب يعني، ركبنا العربية يعني وحكينا لغة عربية، بس نحن إنسان بالأمة العربية، بدي يكون عنا بيت روحاني، جماعة روحية. هيدي آخر خطوة إلي،
إن شاء الله ننجح فيها ونعيش مع هالأطفال يرجعوا يزرعوا محبة بالأرض ورحمة، ما يموتوا بغضب. لو إنه الأطفال مبلش وغيري بياخد 7-14 بعدين 21 بحس إنه رايع على البيت. ولو عمره تتذكروا هاتنين الختيارية، واحد على الشباك والتاني بيتخطب، هاي على الشباك كل يوم يخبروا للي حده قصص. ييه وهلأ مرقت هيك وصارت تيجي ومرقت وحدة قالت هيك ومدري شو وهيدا ينام مع هالحكاية كل يوم. بعدين هيدا مات قال لها نقليني على الشباك، نقلته على الشباك قال لها كان كل يوم خبرني حكايات. قالت له هو أعمى. بس كان يخبر هالحكايات كرمالك. كلنا كنا ننام على الحكاية وولادنا. شو الحكاية؟ هلأ صارت ليلى والذئب ما بقى في. هلأ الذئب مع ليلى ضد التيتا. كانت ليلى مع ستة، هلأ ضدها كلنا. ويكره الحق يعني الموت، ويصلي بغير وضوء يعني يصلي على الحبيب على النبي صلى الله عليه وسلم. رح قلكن إياها شو معناتها. هلأ الملائكة والله والملائكة عم بيصلوا على محمد، مريم بدها تصلي. أنا وقت واحد بيقول محمد وقاعدين كلنا أرمن مسيحية أجاني بقولها بقلبي بس ما بقولها على العيلة. عم نصلي على الذات المحمدية اللي فيك وفيه. كل من حمد الله، مش محمد ومحمد، كل إنسان، كل من حمد الله إيماناً واحتساباً هو محمد. اليوم بالسعودية مين ما عيطت له محمد من بعد 1600 سنة صار بيرد. نحن يا وطن، جيب لي الوطن، ما في وطن، في إنسان. يعني أن ترى الله في كل شيء أينما توليتم، إذا ما فيها ما فيها. بس لما بتبلش تتعرف على نفسك ساعتها بتشوفها وين ما كان. تصلي على محمد، على نفسك، على الذات المحمدية اللي فيك. كل من حمد الله أنت اسمه فعل وصفة. النهر ينهر. نعم. وسلم بغير وضوء، أي في كل وقت فيك تصلي بلا وضوء. وله في الأرض ما ليس لله في السماء. يعني له زوجة وولد وليس لله زوجة وولد. شوفوا الشرح. فقال عمر والله يا أبا الحسن لقد أزلت ما في قلبي على حذيفة. نيناتهم بحبوا لحذيفة بس حب علي من الحي القيوم. لا يعرفنا إلا الله يا علي الباب والمدينة. بلغ إيه ملك البلاغة. لو سألتوني ألف سؤال وسؤال ما في جواب مثل التاني. قصيدة بلا نقطة، قصيدة بلا ألاف، قصيدة. كان يلعب باللغة، يلعب بهالبلاغة. أهلا بقاتل فزت ورب الكعبة، طعموا طعامي ولبسوا ثيابي. اليوم برا بشرق وغرب يعني هذا هو الإسلام. هيدي نقطة، النقطة بعدين بتروح عند الموجة، والموجة بتضل موجودة بالبحر، بتصير تطلع وتطلع، كل رقصة بتختلف عن التانية. بتقول لها أنا بعرف في شيء غير الموجة. عشان هيك بتمنى من إخوتنا كلهم الميسورين مادياً تتصلوا بشرب الخليل اللي عنده بسمات وطن. بسمات هالإنسان يكون هو عنده تلفزيون كمان ما في ولا دعاية، في خبر. كل كتب مريم نور
كل كتاب بينباع بالملايين. هاي المبيعة. هلا صدقة كلكم تقروا، إذا ما حطيت صدقة ما رح تفهم شيء من الكتاب، ورح يرجع لك العتب والذنب. وسامحوني.